السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سأقوم بشرح مجال أمازون كي دي بي من الصفر للمبتدئين، بحيث أنه مباشرة بعد مشاهدتك لهذا الفيديو، وإن لم تكن تعرف أي شيء على هذا المجال فسوف تستطيع إنشاء أول كتاب خاص بك ورفعه على أمازون بإذن الله. وفي هذا الفيديو سوف نقوم بتعريف بسيط للمجال، طريقة اختيار نيتش مربح، طريقة اختيار عنوان مناسب للكتاب، طريقة إيجاد كلمات مفتاحية مربحة، طريقة وضع وصف رائع للكتاب، ثم طريقة تصميم محتوى للكتاب، طريقة تصميم غلاف للكتاب، ثم أخيرا طريقة رفع الكتاب على أمازون. وهنا في هذا الفيديو سأقوم بتلخيص جميع الخطوات. وكملاحظة للأصدقاء الجدد، فقد قمت سابقا برفع دورة مجانية لأمازون كي دي بي على القناة، فيها أكثر من 100 فيديو كما تشاهدون، للعديد من الطرق المتنوعة الخاصة بكل جزء من هذه الأجزاء التي سأقوم بشرحها في هذا الفيديو. وبالتالي لمن لا زالت لديه بعض الأسئلة أو واجه أي مشكل، ما عليه سوى مشاهدة الدورة، سأقوم بوضع رابطها في وصف هذا الفيديو. وحتى نكون صريحين، فهذا المجال ليس فيه رأس المال، لكن رأس المال الخاص بهذا المجال هو الوقت الذي سوف تضعه في هذا المجال. وبالتالي فيجب عليك أخي إعطاء المجال بعض الوقت وبعض الاهتمام ورفع العديد من الكتب، لأن النتائج لن تظهر إلا بعد رفع العديد من الكتب، وبالتالي أخذ التجربة لتستطيع منافسة الكتب وأصحابها، وبالتالي تستطيع إن شاء الله آنذاك أن تحقق أرباح محترمة. لذلك دائما كما أقول، الصبر، المثابرة، والعمل، والتوفيق من الله عز وجل. الآن إن شاء الله سنبدأ مع أول محور، وهو التعريف الشامل لأمازون كي دي بي. فأولا، أمازون كي دي بي هي عبارة عن تلخيص لكلمة أمازون كيندل دايركت بوبليشن، وهي عبارة عن منصة لرفع الكتب تابعة لأمازون. لا تقلق أخي الكريم، فنحن هنا لا نتحدث عن كتب ذات المحتوى الأدبي أو الفلسفي، بل فقط نتحدث عن الكتب ذات المحتوى القليل، أو كما تسمى low content books. فبعض الأمثلة لهذه النوعية من الكتب، فمثلا هناك notebook أي مذكرة، journals، sudoku، colonel books، يعني هناك مجموعة كبيرة من هذه الأنواع من الكتب سنتحدث عليها إن شاء الله بكل تفصيل. يعني هنا أخي الكريم في هذا المجال، فنحن لا نهتم بكتابة نصوص أدبية، بل فقط نقوم بتصميم الغلاف الخاص بكتابنا بطريقة احترافية، وكذلك إنشاء محتوى للكتاب، وهذا سنشرحه في كل فيديو عن حدة حتى تتبين الفكرة. الآن لا نريد أن نطيل الكلام كثيرا، ونريد أن ندخل في صلب الموضوع. فما هي الأدوات التي سأحتاجها للبداية؟ فأول شيء مهم بالنسبة لنا هو أن نتوفر على حساب بنكي خاص بنا، ومن الأحسن أن يكون بنك أجنبي بايونير. فقبل بداية هذه الدورة طلبت من الأصدقاء عن طريق منشور رفعته على صفحتي في الفيسبوك أن يذهبوا إلى بايونير ويقوموا بإنشاء حساب. ولمن لم يعرف طريقة إنشاء حساب بايونير، فسأترك لكم في وصف هذا الفيديو رابط خاص بالفيديو الخاص بكيفية إنشاء حساب بايونير. وبعد توفرنا على حساب بنكي، فيجب علينا كذلك أن نتوفر على حاسوب وأنترنت. يعني هذوما أهم الأشياء التي يجب علينا أن نتوفر عليها، زائد دراية ببعض البرامج التي سأذكرها لكم هنا، كفوتوشوب، إلستراتور، وبويربوينت، ثم كانفا. أخي الكريم، لا داعي للقلق حتى إن لم تكن لك دراية في هذه البرامج، فسوف نبسط الأمور ونشرح طرق بسيطة لإنشاء كوفر أو غلاف خاص بكتابنا ومحتوى كذلك بكل بساطة، وحتى للأشخاص الذين لم يسبق لهم دراية في الديزاين أو التصميم. لا تنسوا إخواني الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والضغط على زر إعجاب، ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء. إذن أول حاجة ملي غندخلوا الحساب ديالنا غيظهر لنا على هذا الشكل هذا، يعني هذا هو التحديث الأخير نتاع أمازون. من بعد غنجيو لهنا الكرييت، إلا بغينا نرفعوا أول كتاب ديالنا غادي ندخلوا الكرييت هكذا.
هنا غيطلعوا لنا ثلاثة أو أربعة ديال الخانات. الخانة الأولى خاصة بالإيبوك، يعني الكتب الإلكترونية اللي ماشي هي المجال ديالنا، وهنا البيبر باك اللي هو المجال ديالنا، وهنا الهارد كوفر راه ديجا شرحناه في القناة، رجعوا للقناة إلا بغيتوا تعرفوا شنو هو. وثم هنا بالنسبة للسيريز بيج حتى هي قمنا بشرحها سابقا. اللي كيهمنا حنا هنا هو كرييت بيبر باك اللي فيها جورنال وفيها نوت بوك وكذلك فيها كولورين بوك وكتب قليلة المحتوى. غادي هنا غنكتبوا كرييت، وهنا غادي تطلع لنا الواجهة نتاع هاد الصفحة بالشكل الآتي. الكتاب ديالنا إلا كان باللغة الإنجليزية كنخليو اللغة الإنجليزية، كان فرنسية كنحولوه من هنا. ثم هنا عندنا العنوان الأول والعنوان الثاني، غادي ندوزو الآن ونشرحوهم. فأولا نتوجه إلى أمازون، ثم نختار نغير العنوان الخاص بنا، نضع US مثلا أمريكا، ثم نختار هنا كتب يعني بوكس، ثم المذكرة عبارة عن رسم لأونيكورن، يعني نضع أونيكورن نوت بوك، وهنا سوف تظهر لنا مجموعة من الاختيارات. شاهدوا معي إخواني، ما عليكم إلا تحميل الأداة التي شرحناها في الدرس السابق أو الإحالات لزيكستونسيون التي قمنا بشرحها سابقا. فمثلا عند ظهور هذه النتائج، ما عليك أخي الكريم إلا اختيار واحدة من هذه النتائج ثم دراستها على حدة. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لنا في هذه الاختيارات؟ أولا يجب أن تكون النتيجة هنا أقل من 1000، يجب أن يكون تاريخ رفع عادة الكتاب أقل من 3 أشهر أو 4 أشهر على أقصى تقدير. ثم الشرط الأخير هو البسائر، هذا البسائر إخواني يجب أن يكون أقل من 500,000. إن توفرت لنا هذه الشروط في الكلمة التي وضعنا في البحث، فما عليك أخي الكريم إلا اختيارها كعنوان أساسي للنوتبوك الخاص بك. إخواني الكرام، يعني قبل المرور لهذه المرحلة أريد أن أوضح شيئا بسيطا، فليس من الصعب أن أعطيك النيتش وتشتغل عليه، لكن إخواني فمجموعة من الأشخاص يشاهدون هذا النيتش، إذن فإنه لن يصبح نيتش. فليس لدي مشكل أن أشاركه مع 4 أشخاص 5 أشخاص، لكن إذا شاركته مع العديد من الأشخاص فلا أحد فينا سوف يربح. لذلك أنا أريك كيف تصطاد السمكة ولا أعطيك سمكة. لذلك أخي الكريم، فهذه الطريقة التي تشاهدها الآن هي الطريقة التي أقوم بها للبحث عن الكلمات التي سوف تأتيني بربح كبير أو بنيش مربح. ثم من بعد غنجي هنا الأد سيريز. بالنسبة هنا ما غتهمناش هذه الخانة هذه، لأن احنا ما عندناش كتب يعني متسلسلة. ثم هذه الخانة كذلك غنخليوها فارغة. ثم هنا غنجيو الأوتور يعني الكاتب، وهذه هي الخانة اللي كتبنا هي، وهذه الخانة يعني first name وكذلك last name. بالنسبة للfirst name دائما حاولوا ديروا كتاب اسم موحد ديالكم، وبالنسبة لهذا last name حاولوا تبدأوا تبدلوا كل مرة، ديروا اسم خاص بالكاتيجوري اللي مهتمين بها. فمثلا كنتوا دايرين notebook خصوا له اسم خاص، وكنتوا دايرين coloring book خصوا له اسم خاص، وكذلك اي مجال كنتوا او كاتيجوري كنتوا دايرينها خصوا لها واحد الاسم خاص بها. اذا هنا كذلك نخليه فارغ، ومن بعد هنا كنجيو للديسكريبسيون. هذا هو الوصف الخاص بكتابنا، قمت بالتعديل عليه من قبل. نصيحتي لك أخي الكريم، دائما اذهب إلى المنافسين وخذ من كل منافس كلمة أو جملة وقم بتجميعها في عنوان يكون خاص بك أنت. فمثلا هذا هو العنوان الخاص بي، أقوم بنسخه، ثم نذهب إلى حسابنا نضع الوصف هكذا. ثم هذه الخانة تعني بأن لديك حقوق الملك الخاصة بكتابك، فنحن نقوم بإنشاء كتاب خاص بنا، يعني لا نأتي به من أي موقع آخر، لذلك أختار هذا الأول. ثم نأتي إلى الكيورد، كيف أقوم باستخراج الكلمات المفتاحية المربحة.
لأن هذه الخطوة هي الأصعب وهي الأهم من وجهة نظري، لأن استعمالك لكلمات مفتاحية مربحة ومركزة هو سر تحقيق مبيعات في هذا المجال. لذلك قررت اليوم أن أشارك معكم أفضل أداة لاستخراج الكلمات المفتاحية المربحة على الإطلاق، وهي أداة هيليوم 10 الغنية عن كل تعريف، والتي يمكنك الاشتغال بها في عدة مجالات: أمازون كيندل، ميرش باي أمازون، وأمازون FBA. والجميل هو أن هذه الأداة توفر لنا اشتراك مجاني بالتسجيل في الموقع عن طريق الإيميل فقط، لكن بمميزات محدودة، أو اشتراك بمقابل والاستفادة من مميزات غير محدودة وعروض تفضيلية ستغنيك عن أي أداة أخرى تعرفها، وهذا بشهادة الجميع. ولمن يريد الاستفادة والتسجيل فرابط الموقع ستجدونه في وصف الفيديو، وكذلك ستجدون كوبون تخفيضي 50% على الشهر الأول، أو كوبون تخفيضي آخر 10% دائم على كل اشتراك شهري، ولكم حق اختيار الأنسب لكم. إذن حتى لا أطيل عليكم سنلتقي لشرح المنصة. إذن إخواني، عند الدخول إلى رابط الموقع الذي ستجدونه في وصف الفيديو سوف تظهر لكم المنصة على الشكل الآتي، ثم نقوم هنا بوضع الإيميل الخاص بنا، ثم نقوم بإنشاء حساب جديد، ثم نقوم هنا بإدخال الاسم الخاص بنا، هنا نقوم بوضع الباسورد، ثم نضغط على هذه الأيقونة بعد إنشاء حساب، ثم اتبعوا هذه الخطوات التي سأقوم بها. إذن إخواني، المهم هنا هو يجب أن نذهب إلى هذه الأيقونة، ثم نقوم بالدخول إليها، وسنجد هنا مجموعة من الباقات الشهرية، فكما تشاهدون هذه هي الباقة المجانية، فبالنسبة للمبتدئين يمكنكم الاستفادة منها، لكن المشكل هو أنه تعطينا فقط محاولتان في اليوم، وبالنسبة لشخص محترف في المجال فيدرك جيدا أن هذه المحاولتين لن تفيد في شيء. لذلك أفضل الاختيار الشهري الأول أمامكم، ولأنكم أوفياء لقناتنا سأمنحكم كوبون تخفيضي على هذه الاشتراكات، فيمكنكم أن تدخلوا كوبون خاص بتخفيض 10% على كل شهر تقومون بالاشتراك فيه بإدخال استفهام 10، ثم لاحظوا معي هذه الأثمنة كيف ستتغير. إذن لاحظوا معي إخواني، لقد قمنا بتخفيض هذه الاشتراكات. أما إن كنتم تريدون تخفيض 50% على الشهر الأول فتقومون بتعويض هذه العشرة ب50، ثم بعدها سوف نتحصل على تخفيض 50% على جميع هذه الاشتراكات، ثم عند الانتهاء نقوم باختيار البلان أو الاشتراك الذي نريد أن نشترك فيه، ثم نضغط على هذه الخانة، ثم بعدها نقوم بضبط إعدادات البطاقة التي نريد الدفع بها، ثم باي، ومبروك عليكم إخواني الاشتراك. إذن بعد التسجيل تأتي الخطوة الثانية الأهم إخواني، هو تثبيت هذه الإكستنسيون الامتداد الرائع الذي يقدمه لنا هذا الموقع، فرابط هذا الإكستنسيون سوف تجدونه كذلك في وصف الفيديو. فعند تثبيته يظهر على هذا الشكل، نقوم بالضغط على هذه الأيقونة الخاصة به، سوف تظهر لنا على هذا الشكل، لكن أنتم سوف تقومون بإدخال الإيميل الذي قمتم بالتسجيل فيه، ثم بعدها سوف تظهر لكم على هذا الشكل، فأنا قمت بالتسجيل سابقا، ثم أذهب إلى ماي داشبورد، ثم لاحظوا معي مجموعة من الأدوات التي سوف تبهركم صراحة، لأن هذه المنصة فعلا رائعة ورائعة جدا، وتستحق أي دولار قمنا باستثماره فيه لجلب أرباح أكبر وأكبر. لكن حتى لا أطيل الفيديو سوف أقوم بشرح أهم أداة التي تهمنا هنا، هذه الأداة سيريبرو، وبعدها في فيديوهات أخرى إن شاء الله سنقوم بشرح باقي الأدوات. إذن هذه هي الأداة، عند الدخول إليها نقوم بالرجوع إلى أمازون، فمثلا قمت باختيار هذا النيتش 3D Coloring Puzzle Set، وهذا النيتش يبدو ممتاز، وأريد أن أبحث عن الكلمات المفتاحية الخاصة بهذا النيتش، أقوم بالنزول ثم أختار الكتب التي تحقق مبيعات والتي نشرت في نفس السنة، ثم عند الحصول عليها مثلا هذا الكتاب فهو جيد جدا يحقق مبيعات،
وكذلك رفع في آخر السنة. إذن أقوم باستخراج الأسن الخاص بالكتاب، الرقم التعريفي الخاص به، ثم أقوم بنسخه وأذهب إلى الأداة وأقوم بلصقه هنا ثم بحث. هنا أريد أن أستخرج الكلمات المفتاحية التي وضعها صاحب الكتاب حتى حققت له تلك المبيعات وجعلته في المراتب الأولى في البحث، ثم أنتظر قليلا. فهذه العملية سوف تقومون بتكرارها واختيار 3 إلى 4 كتب، ثم تقومون باستخراج الكلمات المفتاحية الخاصة بها. إذن الكتاب هو هذا، ولاحظوا معي إخواني عدد الكلمات التي قمنا باستخراجها، كما قلت سابقا أداة رهيبة ورهيبة جدا، 8983 كيورد، وهذا رقم ضخم جدا إخواني. إذن إخواني هنا مجموعة من المعلومات الخاصة بكل كيورد على حدة، فهنا ما يهمنا هو الاي كيو سيريبرو، وهو الذي يعطينا نسبة مدى نجاح هذه الكلمة، فكلما كان مرتفع إلا وكانت هذه الكلمة جيدة وجيدة جدا. فمثلا سوف نختار هذه الكلمة texting for kids under 9، لاحظوا معي إخواني هنا الاي كيو سيريبرو فهنا مرتفع لأن نسبة البحث على هذه الكلمة شهريا فهو مرتفع، وكذلك نسبة المنافسة على هذه الكلمات فهي منخفضة، إذن هذه كلمة جيدة جدا. ولاحظوا معي إخواني هذه كلمة ضعيفة لأن نسبة البحث عليها قليل، ولكن نسبة المنافسة عليها كبير وكبير جدا. إذن استنتاج هو أن كلما كان الأكيو سيريبرو صغير إلا وكانت الكلمة ضعيفة جدا. إذن كيف سنقوم بتحليل هذه الكلمات المفتاحية بكل سهولة وأخذ الأحسن وترك الأسوأ؟ فهنا كما تلاحظون إخواني لدينا 50 صفحة، وكل صفحة بها 50 كيورد. فبالنسبة للخطة المجانية فيمكنكم الاستفادة من تحميل فقط هذه الصفحة الأولى والصفحة الثانية، بمعنى 100 كيورد فقط، وعند تحليلها فيمكنكم الخروج ب10 إلى 15 كلمة مفتاحية جيدة. ولكن إن كنتم تستعملون الخطة المدفوعة والتي رشحتها لكم سابقا فيمكنكم الاستفادة من جميع هذه الكيورد الخاصة بهذا الكتاب فقط، ثم كذلك بكتب أخرى حتى تكونوا مجموعة من الكيورد المنافسة والقوية والتي يمكن لكتابكم أن يتصدر بها البحث. إذن الطريقة التي أستعملها أنا إخواني فهي سهلة جدا، أقوم بالذهاب إلى الأعلى هنا ثم أقوم بحفظ هذه الكلمات على شكل إكسل. إذن هنا قمنا بتحميل هذه الكلمات 50 الأولى، إذن هذه هي 50 كلمة مفتاحية الأولى. نقوم بالعودة إلى الموقع أو الصفحات الأولى حتى نقوم بجمع العديد من الكلمات المفتاحية، وذلك بتحميل جميع هذه الكلمات الموجودة في هذه الصفحات ثم الانتقال إلى كتاب آخر. فعليكم اختيار 2 إلى 3 كتب حتى تتمكنوا من جمع العديد من الكلمات المفتاحية. وحتى بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بحملة إعلانية فهذه الطريقة ستنفعهم كثيرا، لأننا سنستخلص منها العديد من الكلمات المربحة. إذن سننتقل إلى كتاب آخر فهو أمامكم، ثم نقوم بالنزول أسفل لأخذ الأسيان الخاص به، هذا هو، نقوم بنسخه، ثم بعدها نذهب إلى الأداة ثم نقوم بلصقه هنا، ثم نختار استخراج الكلمات المفتاحية، نقوم بالعودة كذلك إلى تحميل هذا الملف عن طريق إكسل. إذن جميع الكلمات التي قمنا بتحميلها عن طريق الإكسل سوف نقوم برفعها في إكسل واحد. والآن سأعطيكم الطريقة وأنتم يجب عليكم استخدامها في جميع الملفات التي سوف تقومون بتحميلها. الآن سأذهب إلى الملف الثاني ثم أقوم بسيليكسيوني، يعني تنشيط جميع الكلمات التي قمت بالحصول عليها وكذلك القيم المرفقة معها، ثم نعود إلى الإكسل الأول أو المرجع، ثم نذهب إلى آخر خانة ثم نقوم بلصق هذه الكلمات، بعدها نتحصل على 100 كلمة. نذهب إلى هذه الخانة
ثم هنا وأختار ترتيبها من A إلى Z، يعني بالترتيب حسب الزالفابي حسب الحروف. هنا نقوم بإزالة كل الكلمات المكررة، نحاول التركيز هنا. فبالنسبة للكلمات التي تكون بالجمع والفرد فيجب أن تتركها لأنه كل كلمة على حدة. أما بالنسبة لمثل هذه الكلمات يمكنكم إزالتها، فعند إيجادكم أي كلمة مكررة قوموا بحذفها. ثم هنا عند الانتهاء نقوم بالذهاب إلى IQ Cerebro، ثم نقوم بترتيبها كذلك من الأكبر إلى الأصغر، وهنا سنتحصل على هذا الملف. نقوم بإزالة الكلمات التي ليست عليها أي إحصائيات، ثم نقوم كذلك بإزالة الكلمات الضعيفة حتى نتحصل على ملف مركز، ثم نقوم بإزالتها. وهذه هي الطريقة، سهلة جدا، يجب عليكم أن تطبقوها على جميع الكلمات التي قمتم بتحميلها، فكلما كانت الكلمات كثيرة إلا وتحصلتم على كلمات أقوى. أما بالنسبة للكاتيجوري الخاص بكتابنا فسوف أضع لكم هذا الموقع، فأنت تضع العنوان الخاص بك وهو يعطيك جميع الكاتيجوري التي يمكن أن تختارها لكتابك. فمثلا سأختار أنا هذا العنوان الأول الخاص بي، ثم أضعه هنا، أقوم بالبحث. فشاهد أخي الكريم، هذه مجموعة من الكاتيجوري التي يمكنك أن تقوم بوضع. فمثلا نذهب إلى Non-Fiction Design Book، هيا Non-Fiction Design Book، ثم أضعها. وفي الأخير غنضغطو على Low Content لأننا حنا عندنا Journal و Notebook ولا Planners، وهنا كيقولوا لنا واش هذا المحتوى فيه شي حاجة خادشة للحياة أو شي حاجة اللي غتضر بالأطفال قل من 18 عام، كنديروا لهم هنا No، ثم هنا Save and Continue، ثم هنا المرحلة الثانية. بالنسبة هنا لهذه الخانة خاصة بالأشخاص الذين يتوفرون على الإسبيان الخاص بهم، أما في حالتنا نحن فنحن دائما نختار الخيار الأول، يعني كتاب بدون إسبيان، ثم نقوم بالنزول هنا واختيار التاريخ الذي نريد رفع الكتاب فيه. فنحن دائما نقوم برفع الكتاب مباشرة في اللحظة التي نقوم فيها برفع الكتاب، إذن تاريخ اليوم. ثم هنا طريقة طباعة المحتوى الداخلي للكتاب، هل هو أسود وأبيض أم كتاب بألوان أو عدة اختيارات. هنا أنا أختار دائما Black White، يعني أسود وأبيض، لأن تكلفة الطباعة تكون أقل وبالتالي هامش الربح يكون أكبر. ثم هنا نختار السايز الخاص بكتابنا، فهذه مثلا 6×9 إنش، أنتم تقومون باختيار القياس الخاص بكتابكم. هنا بليد أو نو بليد، ثم هنا مات أو جلوسي، براق أم لونه عادي. غادي نوريكم أولا واحد الموقع اللي هو رائع جدا، اللي فيه مجموعة من الصور الخاصة بالتلوين وكتب الأطفال كذلك، وغنوريكم واحد الأداة اللي جميلة جدا اللي كتمكن لنا تحميل هذه الصور دون أي مشكل، وكذلك غنوريكم كيفاش نقدروا نعدلوا على هذه الصور باش نتفاداو حقوق الملكيه. وبالنسبه لهذه الطريقه اللي غادي ندير على هذا الموقع، فيمكن لكم تديروا على اي موقع اخر تعرفتوا عليه وكان مشابه لهذا الموقع. فاولا الموقع هو هذا، ساقوم برفع الرابط الخاص به في وصف هذا الفيديو. فلاحظوا معي اخواني الكم الهائل من الصور التي يمكننا الاستفاده منها، لكن عند محاولتنا تحميل هذه الصور فلا يمكن تحميل هذه الصور إلا عن طريق هذه الأداة أو الامتداد اللي هو Extension، اللي كذلك غنوريكم الاسم ديالو، وغادي نحاول نحط لكم الرابط ديالو كذلك في وصف هذا الفيديو. فبمجرد أن نضغطوا على هذا الامتداد كيطلعوا لنا جميع الصور الموجودة في هذا الموقع، ويمكن لنا إما نحملوهم دفعة واحدة
أو كذلك يمكن لنا نحمل كل صورة على حدة. فأنا الآن غنختار مثلا تحميل هذه الصورة من هذه الأيقونة هذه، ثم كذلك نمر لهذه الصورة الأخرى أقوم بتحميلها. سأقوم بتحميل مجموعة من الصور التي تبدو لي بأنها تصلح لكتب التلوين الخاصة بالأطفال. عند الانتهاء من الصور اللي عرضت لنا هاد الاكستنسيون في الاول، يمكن لنا ننزلوا لاسفل ونديروا نيكست باش نمروا للصفحه الثانيه، وكذلك نقوموا بنفس العمليه، نمشيوا للامتداد ونقوموا بتحميل الصور الاخرى حسب الرغبه ديالنا. وهنا عند الانتهاء كنمشيو للدوسي او المجلد اللي قمنا بتحميل الصور فيه، وغنقوم بإنشاء PowerPoint ننشئ الكتاب ديالنا فيه. أول حاجة كنمشيو هنا للديزاين وكنحاولوا نختاروا السايز، يعني القياس الخاص بهذا الكتاب. فدائما كتب التلوين غالبا كتكون 8.5 في 11 إنش. كنجيو لهذه الخانة وهنا كنلقاوها، كنحاولوا نضغطوا عليها ونديروا أوكي، وهنا كنختاروا هذا الاختيار، وهنا كنحاولوا نمسحوا هذا الكتاب اللي كتكون مع النموذج اللي كيعطيه لنا البرنامج، ثم بعدها نقوم بنسخ هذه الصوره كنترول سي ثم كنترول في لنسخ هذه الصوره باش تعطينا مجموعه كبيره من الصور الفارغه. حنا غنقوم بالتعديل عليها ورفع الصور اللي حملناها من الموقع فيها. فكنجيو مثلا الاول صوره كنمشيو نفتحوا الفوتوشوب وكنحطو فيه الصورة الأولى ديالنا اللي بغينا نعدلو عليها. كنجيو لهاد الأيقونة هادي، ثم أقوم بتشكيل إطار على الصورة اللي بغيت نقوم بالرفع ديالها. ما علينا إلا نديرو كنترول سي أو كوبي، ونجيو الباوربوينت ونديرو كنترول في يعني كولي يعني لصق. وهنا كنحاولوا نحددوا تنحاولوا نعكسوا الصوره ديالنا، وهنا يمكن لكم تضيفوا عليها اي حاجه ولا تنقصوا لها اي حاجه باش ما قمتي بواحد التعديل على هذه الصوره الا وتجنبتي حقوق الملكيه. اذا هنا عاوتاني غنجيو وناخذ واحد الاطار اخر للصوره الاخرى اللي عندنا هنايا، وعند الانتهاء نرجعو تاني للباوربوينت ونديرو كنترول في، وكنقومو بضبط القياس الخاص بهذه الصورة وعكسها كذلك كيف درنا الصورة الأولى. فكما قلت لكم باش ما ضفتو شي صور أو نقصتو شي حاجة من الصورة الأصلية إلا وكان عندنا إلا وتجنبنا حقوق الملكية. وبالنسبة لهذا الكتب يعني المحتويات الخاصة بالكتب، يعني واخا كنديروا التعديل هو من الأحسن نديروا التعديل، ولكن يكون تعديل بسيط ماشي شي حاجة اللي كبيرة بزاف. لكن انتبه أخي أختي، فالغلاف ديال الكتاب ديالك هو اللي حاول تركز بزاف عليه، لأن إلا ما عدلتيش مزيان على الصورة ولا جبتيها كما هي فمية في المية غادي يقدر يجيك انذار اول وانذار ثاني، ومن بعد لا قدر الله يقدر يمشي لك الحساب ديالك في امازون كي دي بي. لذلك انتبهوا اخواني لهذه النقطه بزاف، وفي قادم الفيديوهات غادي نوريكم طريقه نتاع ازاله حقوق الملكيه 100% من اي صوره، لانني لا اريد ان اطيل في هذا الفيديو. لذلك قمت بتعديل على هذه الصور باقتضاب، وباقي غادي تشوفوا في اخر الفيديو كي غادي يولي عندنا هذه الصور، يعني غادي نحاولوا نخفيو لهم المعالم ديالهم باش ما يجيناش شي انذار على حقوق الملكيه. ثم هنا كنمشيو كذلك نفس الطريقة نديرو شي إضافة على هاد الفراشة حتى تكون يعني إضافة خاصة بنا. فيمكن لكم أي حاجة بغيتو ديروها ديروها، المهم حنا عندنا هو أنك تكون واحد الإضافة اللي كتغير الملامح ديال الصورة، وكيصعب على الروبوت أنه يتعرف عليها. فهناك أشخاص يعني يشتغلون بالباوربوينت لأنه صراحة احترافي، خصوصا النسخ المتقدمة من هذا البرنامج، فيمكن الاستغناء عن أي برنامج آخر والاشتغال على هذا البرنامج فقط.
لكن من الأحسن معرفة كذلك البرامج الأخرى كالفوتوشوب، إلستراتور، كانفا، فمعرفة الأشياء خير من جالية، خصوصا في هذا المجال الخاص بالديزاين، لأنه كلما أضفت معلومة جديدة إلا وكنت أحسن في هذا المجال. إذن هذه هي الصور التي قمنا بإنشائها، والآن نعود إلى هذا الموقع بيكساباي، كذلك ستجدونه في وصف هذا الفيديو. أقوم بكتابة كادغ يعني إطار، ثم أقوم بالبحث وأختار هذا الإطار جانبا، أقوم بتحميله، من الأحسن أن تكون صيغة متوسطة، ثم بعدها أقوم بالذهاب إلى هذا الإطار وأقوم بتحميله ووضعه في الديزاين الخاص بكتابنا على بوربوينت، وأقوم بإضافته إلى جميع الصور التي قمت بإنشائها. فانظروا معي إخواني، فمعالم الصورة اختلفت وأصبحت تبدو خاصة بكتابنا، يعني لا يمكن أن يتابعنا أي أحد على هذه الصور. وكما تعلمون يجب عليكم دائما احترام هذه النقطة في الكتب في الكتب الخاصة بالتلوين. نقوم بوضع دائما صفحة فارغة وراء كل تصميم قمنا بإنشائه، ودائما إخواني في الصفحة الأولى يجب علينا أن نقوم بوضع ورقة خاصة ليتمكن الطفل من كتابة الاسم الخاص به، لأن هذا هو الذي يعطينا احترافية للكتب الخاص بنا. والآن حتى لا أطيل، سأقوم بالرجوع إلى إحدى الكتب التي قمت بتصميمها سابقا، وسأقوم بأخذ هذه الصورة الأولى التي تحمل مكان وضع اسم الطفل، ثم أعود إلى التصميم الخاص بي وأقوم برفعه هنا. وحتى لا أطيل أقوم بتسريع الفيديو قليلا، لأن هذا التصميم كان خاصا بكتاب قياس 6 × 9 إنش، والكتاب الذي نقوم بإنشائه هو 8.5 × 11، وبالتالي لن يتناسق معي، سوف أقوم بضبط قياساته من جديد. قمت بإنشائه بسرعة كبيرة حتى أريكم الفكرة العامة. إذن إخواني قمت بتسريع هذه الخطوات في هذا الفيديو حتى لا يكون طويلا وممل، لذلك أي تساؤل أو أي مشكل واجهتموه أو خطوة لم تتمكنوا من فهم كيف قمت بها يمكنكم وضعها لي في التعليق الخاصة بهذا الفيديو، وسأقوم بتنزيل فيديو إن اقتضى الأمر أوضح فيه كل خطوة على حدة، فأنا لا أريد أن أطيل الفيديو كما قلت سابقا. ثم هنا نقوم بتحميل المحتوى الخاص بنا أو بكتابنا، ثم ننتظر قليلا، سأريكم طريقة سهلة جدا لإنشاء غلاف لكتابنا بكل سهولة ودون أي تعقيدات، سواء كنت تجيد الفوتوشوب أو لم تكن تجيده، ما عليك سوى اتباع الخطوات التي قمت بشرحها في الفيديو، وإن شاء الله سوف تتحصل على نتيجة جيدة جدا. أول حاجة غنجيو غنبدلو الأدرس ديالنا، من بعد غنجيو هنا نديرو بوك، هنا غنكتب مثلا كولورين بوك فور كيدز، نشوف مثلا شي كتاب اللي كيتباع بزاف، كنجيو لهاد ليكستونسيون، إلا بغيتوها طلبوها ليا في التعليق ديال هذا الفيديو، غنخليها لكم في الوصف ديال هذا الفيديو. كنجي هنا كنختار مثلا الصور اللي بغيت ندمجها باش نكون الصورة ديال الغلاف ديالي، لاحظوا معي إخواني هذا الغلاف جميل، ناخذ هذا الغلاف
ثم كذلك هذا الغلاف. نكتب هنا WebP to JPG. غنحاول ندخل هذا الموقع هذا باش نحول هذه الصور ديالنا باش تكون بصيغه اللي غادي يقبلها لي الفوتوشوب. ثم نقوم بالحذف ديالها من هنا. كذلك غندير الصور كاملة. الطريقة اخواني سهلة جدا. غنجي مثلا هنا الفوتوشوب ونختار القياس اللي غنخدم عليه. هنا كنخدمو بالانش. هنا غنختار مثلا 8.5 11. إذن هذه هي الصورة التي سوف أقوم بالتعديل عليها. فمثلا سأحتفظ بهذه الكولورين بوك فور كيدز. إذن سأحاول أن أعدل على هذه الصورة بطريقتي الخاصة. هذه الطريقة خاصة بالمبتدئين إخواني. لذلك سأريكم طريقة سهلة جدا للتعديل على هذا الغلاف. فكخطوة أو كبداية فهي طريقة جيدة جدا. أول شيء أقوم بتنشيط هذا الغلاف. ثم أذهب إلى الفرشاة الخاصة بالتلوين، أختار اللون الأبيض، ثم أقوم بإزالة هذه الرسوم الجانبية. كما قلت وأكرر، هذه الطريقة خاصة بالمبتدئين. ثم أقوم بالذهاب إلى Pixabay، أختار مثلا Coloring Book، هنا أختار Image Vectorial. هنا سيظهر لي العديد من الصور، والجميل هو أنها بدون حقوق ملكية. الآن أختار مثلا هذه الصورة هذه الصورة. أنتم من الأفضل أن تقوموا باختيار الصور التي قمتم بإنشائها داخل المحتوى، يعني الصور التي قمتم بوضعها للتلوين داخل الكتاب. فأنا هنا أريكم فقط الطريقة، وأنتم يمكنكم إضافة أحسن من هذه الصور التي أقوم بإضافتها. قم بتحميل هذه الصورة. هذه كذلك.
أقوم بضبطها هكذا. دائما كنترول تي لضبط قياس الصورة. إذن طريقة سهلة جدا، انظروا إلى الكتاب يبدو جميل. بالنسبة للعنوان الذي قمت بتركه هنا فأنا فقط أريكم الطريقة، أما أنتم فيمكنكم كذلك إزالة هذا العنوان وإضافة العنوان الذي أنتم بصدد الاشتغال عليه. إن كنتم تريدون إزالة أي شيء من العنوان أو إزالته بالكامل وإضافة العنوان الخاص بكم، فما عليكم سوى أن تأتوا إلى هذه الفرشاة ثم اختيار اللون الأبيض، ثم يجب أن تكون هذه الصورة التي تحمل الكتابة هي المنشطة هكذا، ثم تأتي هنا وتقوم بمسح أي جزء تريده من هذه الكتابة، حتى إن أردت أن تقوم بإزالتها بالكامل فيمكنك ذلك. إذن هذه هي الطريقة إخواني، ويمكنكم اختيار الكتابة هكذا ثم تقومون بكتابة أي شيء واختيار اللون من هنا واختيار القياس بكنترول تي، ثم تقومون بالسحب حتى تحصلوا على الشكل أو الحجم الذي تريدونه، ثم من هنا تقومون باختيار أي نوع كتابة أردتم. فمثلا هذه الكتابة جميلة جدا، يمكنكم استعمالها واستعمال خطوط أخرى. المهم دائما حاولوا أن تقوموا بإنشاء كتب قريبة من الكتب التي وجدتم أنها تحقق مبيعات كبيرة. إذن أقوم بالعودة إلى الخلف، كنترول زد كنترول زد، إذن هكذا تمكننا من الحصول على الغلاف الخاص بكتابنا بكل سهولة. وحتى لا أطيل الفيديو إخواني، فبالنسبة للأشخاص الذين يجدون مشكل في القياسات الخاصة بالغلاف، فما عليكم سوى الذهاب إلى القناة، فقد قمت سابقا بشرح طريقة تصميم الغلاف من الصفر مع احترام جميع القياسات وبكل سهولة إخواني. سوف أترك لكم رابطة في وصف هذا الفيديو. ثم بعدها كذلك نقوم بالضغط على هذا الاختيار وسحب واختيار الكوفر الخاص بنا انطلاقا من الحاسوب.
ثم هنا نقوم بالضغط على هذا الاختيار ليظهر لنا كيف سيظهر غلاف الكتاب والمحتوى الداخلي الخاص به. إن كان هنالك أي مشكل فسوف يظهر لنا. إذن هكذا سوف يظهر الغلاف وهكذا المحتوى الداخلي للغلاف. إذن عند الانتهاء نقوم بالضغط على Approve. ثم هنا المرحلة الثالثة والأخيرة، اختار الاختيار الأول هنا، ثم هنا السوق الذي أريد الاشتغال عليه في حالتي أنا السوق الأمريكي، ثم هنا أقوم برفع الثمن الذي أريد أن أبيع به الكتاب. فلاحظوا معي إخواني هنا قيمة الكتاب 3.58 دولار، إذن أنا يجب علي أن أرفع الكتاب بخمسة أو ستة دولار، 5.99 دولار، وهذا هو الربح الخاص بدولار ونصف تقريبا في السوق الأمريكي. إن ظهر لي أن هناك سوق مثلا فيه ربح قليل وأريد أن أقوم برفعه، أقوم بالتعديل على هذا الثمن برفعه قليلا، ثم أخيرا نقوم بنشر الكتاب. هذه هي آخر خطوة تقومون بها إخواني. أي تساؤل إخواني كان لديكم لا تنسوا أن تضعوه في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو، فأنا أجيب على جميع التساؤلات. وكذلك إخواني لا تنسونا بدعمكم بإضافة إعجاب إلى هذا الفيديو، وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة. وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد فيديوهاتنا أول بأول. ودمتم في رعاية الله.